بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا يا إخواني الكرام نجتمع في مجالسنا هذه لدراسة السنة النبوية وقراءة كتب السنة المطهرة المشرفة، السنة النبوية الكريمة العظيمة، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، وهو دليل على آية كبيرة وعظيمة لهذا الدين، وهي معجزة لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقاء هذه الكتب، هذا صحيح الإمام البخاري، وهذه صحيح الإمام مسلم، وهذا صحيح الإمام مسلم، وهذا سنن الإمام الترمذي، وهناك كتب كثيرة مؤلفة في هذا الباب، منها سنن أبي داود، سنن النسائي الإمام النسائي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، ومنها مسند الإمام أحمد بن حنبل. وإن أردنا أن نتعرف على هذه الكتب بالترتيب الزمني، فيكون أول هذه الكتب هو الكتاب العظيم الذي هو موطأ الإمام مالك ابن أنس، فهذا يعتبره جملة من العلماء المحققين أنه يعني الموطأ فوق جميع أنواع الكتب الحديثية، هو قبل البخاري وقبل مسلم وقبل جميع الكتب الستة وقبل جميع المسانيد، بل إن أصحاب هذه الكتب كالبخاري ومسلم ومن بعدهم ومن معهم ومن في طبقتهم ومن في عصرهم إنما يأخذون عن مالك، فيأتي البخاري فيروي الحديث عن مالك لكن ما يروي عنه مباشرة، لأن الإمام البخاري ما أدرك الإمام مالك، لكن يروي عنه بواسطة تلميذ من تلاميذه. ويأتي مسلم أيضا يروي عن الإمام مالك صاحب الموطأ، ما يروي عنه مباشرة لأن الإمام مسلم ما أدرك زمانه ولا قابله ولا عاصره وليس هو من أهل عصره، ولكنه يروي عن تلاميذ الإمام مالك بن أنس، يروي عن قتيبة بن مسلم، يروي عن يحيى بن يحيى النيسابوري، يروي عن فلان من تلاميذ الإمام مالك. وهكذا بقية أصحاب الكتب جميعا يروون حديث الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا بأسانيدهم وبطرقهم، فيأخذون منه ويصلون حديثهم بحديثه. ويكفي في فضل الإمام مالك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وقد اتفق أهل ذلك العصر من كثير من العلماء ومنهم سفيان وهو من كبار المحدثين على أن عالم المدينة هو سيدنا الإمام مالك بن أنس، فهو عالم المدينة، وأنه ما ضربت أكباد الإبل لأحد، ولا قامت الرحلة لواحد، ولا شدت الركائب لواحد إلا للإمام مالك ابن أنس في ذلك العصر، فهو الذي شدت إليه الرحال، وهو الذي أقبل عليه الطلاب وأقبل عليه الرواه من أصقاع الدنيا شرقها وغربها، بل وجاء إليه الملوك والخلفاء هارون الرشيد والأمين والمأمون، وهذه الطبقة من الخلفاء جاءوا إليه وأخذوا حديثه ورووا عنه، وكان اجتمع له من المناقب ومن الفضائل الشيء الكثير. وإن شاء الله إذا تيسر لنا في وقت من الأوقات أن نجعل حلقة مخصوصة أو درسا مخصوصا عن الإمام مالك وعن فضائله، فيكون ذلك إن شاء الله من الأمور المستحسنة. الحاصل أن موطأ الإمام مالك هو الدرجة الأولى، فمالك رضي الله تعالى عنه موطأه هو الدرجة الأولى، ثم يأتي بعده أو في طبقته كما تريد فقل البخاري ومسلم وما كان في هذه الدائرة، ثم يأتي بعد ذلك الكتب الأخرى التي تأتي بعد الصحيحين من كتب السنن وغيرها. فهذه كلها بقاؤها وكونها مدروسة وكونها متلوة وكونها محفوظة وكونها منكبة عليها الناس بالدرس والتدريس والعلم والتعليم والأخذ والتحصيل والجرح والتعديل والنقد وغير ذلك من معرفة أسانيدها ومعرفة رواتها وتخريج أحاديثها ومعرفة الذين رووها بمراقبهم ومراتبهم ومزاياهم
وما لهم من المناقب وما لهم من المزايا، هذا ثقة وهذا أوثق وهذا ضعيف وهذا أقل منه، وهذا حديثه معتبر وهذا حديثه معتمد، وذاك حديثه لا يؤبأ به وذاك حديثه لا ينظر فيه، وهذا حديثه أجمع عليه العلماء وهذا شاذ وهذا منكر. هذه الخدمة وهذه الرعاية هي في الحقيقة من جملة الأدوات العظيمة التي حفظ الله تعالى بها الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنحن نعتقد تمام الاعتقاد وأنتم كذلك إن شاء الله أن حفظ هذا الذكر هو حفظ للسنة. الآية نزلت في الذكر، والمراد بالذكر هو القرآن، فهذا من مزايا كتابنا الذي هو القرآن، أنه محفوظ لا يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل ولا أن يحرف ولا أن يغير، حتى لو اختلفت في كلمة واحدة أقل واحد من عامة الناس يتنبه إليها، يأتي إليك فيقول لك انظر إلى هذا المصحف أنا أظن هذه الآية غلط، أنا أظن هذا الحرف غلط، أنا أظن هذه الصفحة غلط. كثير مرات ما يأتي إلينا بعض عوام الناس لا العلماء ولا طلبة العلم ويقول لنا هذا المصحف رأيته في هذا المكان، وهذا المصحف انظروا وجدت هذا الجزء قبل هذا الجزء، أو هذا الجزء بعيد عن مكانه، أو هذه السورة بعيدة عن مكانها، فيغار ويهتم ويتنبه. وطبعا لابد أن يقع مثل هذا لأن هذه مطابع بشرية محل الخطأ والنسيان، وقد يقع فيها مثل هذا، فلذلك يتنبه الناس جميعا إلى مثل هذا الغلط وينبهون ويتكلمون ويخبرون المسؤولين القائمين بالأمر وينبهونهم إلى هذا، إلى هذا الاختلاف وإلى هذا الاضطراب وإلى هذا عدم الانضباط في المصحف، ويكون هذا علامة وآية من آيات الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الذكر الذي هو القرآن كتاب الله لا يتغير ولا يتبدل، لا يبدله تيار الماء ولا محاربة الأعداء كما جاء في وصفه في الكتب السابقة، أنه قال إن الله تعالى قال فيما يروى فيما سبق من الكتب التي نزلت من قبل القرآن وأنزلت عليك كتابا، هذا الكتاب الذي هو القرآن لا يبدله عداء الأعداء أو حرب الأعداء ولا يغيره تيار الماء، يعني معناه أنه محفوظ أنه مصون ما يمكن لأحد أن يغيره ولا يمكن لأحد أن يتسلط عليه ولا أن يغيره. وقد طبع هذا الكتاب من أعجب العجائب وأغرب الغرائب أن هذا الكتاب طبع في وقت من الأوقات سابق، ولعل هذا كثير يعرفه جملة من أهل الفضل والعلم، أن هذا الكتاب طبع في ألمانيا، في ألمانيا قبل أن تكون هناك المطابع وقبل أن تنشأ المطابع في كثير من البلاد العربية. وأما الآن والحمد لله قد تهيأ ذلك، تهيأت أسبابه وتفتحت أبوابه وجاءت الدول الإسلامية أنشأت المطابع وأنشأت المجامع التي تهتم بطباعة المصحف النبوي الشريف في المملكة العربية السعودية وفي دبي وفي باكستان وفي أبوظبي وفي المغرب الأقصى كثير من هذه البلاد. وأما في مصر فلهم في ذلك أيضا السبق الأول، فإن المصحف الذي كان سابقا الذي طبع في مصر في العهد الأول في الأزهر كان أيضا من المصاحف الجوامع التي كان يرجع إليها في الضبط والرسم والإملاء، وقد كان هناك كبار القراء وكبار المعتنين بالرسم والإملاء والقراءات في مصر، فهذا الفضل لا ينكر. وأيضا لا ينكر الفضل الآخر لغير مصر من البلاد الإسلامية والعربية التي خدمت المصحف وخدمت القرآن واهتمت به الاهتمام العظيم والفضل الكبير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن ينجر ويكون فضله أيضا شائعا وتاما وكاملا على السنة النبوية، لأن السنة النبوية هذه التي هي الأحاديث المحمدية، هذه السنة النبوية من الأحاديث والأقوال والأفعال هي التي تخدم القرآن. كيف نعرف معاني هذه الكلمات؟ وكيف نعرف أسباب النزول؟ وكيف نعرف أن هذا عام؟ وكيف نعرف أن هذا خاص؟ وكيف نعرف أن هذا أن هذه الآيات مكية؟ وكيف نعرف أن هذه الآيات مدنية؟ وكيف نعرف أن هذه الآيات
منسوخة؟ وكيف نعرف أن هذه الآيات ناسخة؟ وكيف نعرف أن هذه السورة قبل هذه السورة؟ وكيف نعرف أن هذه السورة مجملة وأن بيانها كذا، وأن هذه السورة مقيدة وأن تقييدها يكون بكذا؟ هذا كله نرجع فيه إلى السنة النبوية التي هي هذه الأحاديث، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هذه السنة النبوية محفوظة بحفظ الله، محفوظة بالقرآن، محفوظة بالتنزيل، وما ثبت للقرآن من الحفظ والعناية والصون هو أيضا ثابت لهذه الأحاديث التي جاءت عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث التي بين يدينا وبين أيدينا والتي نقرأها وندرسها ونتعلمها ونستنبط منها الأحكام، هذه محفوظة. كما أن القرآن محفوظ، أيضا فإن هذه الأحاديث في هذه الكتب في هذه الدواوين محفوظة بفضل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هيأ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الصحابة الكرام، خدموا الدين ولازموا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره وفي غزواته وفي سلمه وفي حربه وفي قيامه وفي قعوده وفي كل أحواله. ثم هيأ له الزوجات الطاهرات الصالحات أمهات المؤمنين الذين كانوا أعظم مدرسة دينية نقلت الأحوال الداخلية لسيدنا ومولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الحكمة في تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم. تزوج السيدة خديجة، ثم بعد ذلك تزوج من بعدها من أمهات المؤمنين. هذا التزوج ليس للتشهي ولا لأجل الشهوة كما قد يصور هذا بعض الجهلة من المستشرقين. نعم، هو صلى الله عليه وسلم رجل وكامل الرجولة وقوته عظيمة، لكن المقصود الأصلي من هذا التعدد ومن هذا الزواج هو أن تكون هناك مدارس داخلية متعددة متنوعة تنقل أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم في داخل حجرته، في أموره الخاصة، في أحواله الخاصة، في نومه، في يقظته، في ما يتعلق بأموره الأخرى، عند طهوره وعند غسله وعند وضوئه، حتى عند أهله وما يحصل بينه وبين أهله من أمور خاصة قد يستحي الإنسان أن يتكلم عنها. بل لو تكلم عنها وسط الناس لقالوا هذا قليل أدب وهذا فعل ما لا ينبغي. لكن بالنسبة لحضرة سيدنا ومولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن الكلام عن أحواله الخاصة وحتى عن أموره الفراشية وعن أموره المنزلية الداخلية التي قد يستحي الإنسان أن يتكلم عنها فيما بينه وبين أهله، فإن ذلك بالنسبة له صلى الله عليه وسلم سنة محمودة مروية منقولة تصدر لها أمهات المؤمنين. فكان يأتي السائل من الصحابة ويقول لها: يا أم المؤمنين، يا أم، أخبرينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يفعل في كذا، كيف كان يفعل في نكاحه، كيف كان يفعل على فراشه، كيف كان يفعل في غسله، كيف كان يفعل في طهوره، كيف كان يفعل في نومه. فكانت تخبرهم، ولا يعتبر هذا سر من الأسرار، بخلاف غير المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه من الممقوت والمذموم أن يتحدث الإنسان مع صاحبه أو مع أخيه عما يتعلق بأهله. إنه جاء في الحديث إن الله تعالى يمقت الرجل، يجلس مع الرجل فيحدثه عن أموره الخاصة وما يفعله في بيته وما يفعله على فراشه، لأن هذا من الأسرار المنزلية. وكذلك المرأة، وهذا الحديث كثير ما يحلو للنساء تتحدث المرأة مع صاحبتها ومع صديقتها عن زوجها وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا، هذا من الأمور الممقوتة والمذمومة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صاحبتها مسخوط عليها وأنها مذمومة والعياذ بالله، في أحاديث كثيرة في هذا الباب. لكن بالنسبة لسيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن بيان ذلك ليس من الفضائح ولا من القبائح، حاشا وكلا، وإنما هو من الآداب المروية ومن السنن النبوية التي شاعت وذاعت ونقلت في الكتب الحديثية التي بين أيدينا، كما بينت لكم مثل هذه الكتب كالبخاري ومسلم
وإلى آخر هذه الكتب العظيمة الجليلة التي ينبغي أن إذا أردنا أن نتحدث عنها بالتفصيل فإنه لابد أن يكون لكل كتاب من الكتب درس أو درسين أو ثلاثة حتى نتحدث عن مزاياه وعن مناقبه وخصائصه. لكن الذي يهمنا الآن هو هنا أن أؤكد على كلمة واحدة أو جملة واحدة مهمة، وهو أن بقاء هذه الأحاديث وبقاء هذه السنن وانتشارها اليوم بين الناس مطبوعة بأشكال مختلفة متنوعة، هذا آية من آيات الله ودليل على شرف وفضل الإسلام، وعلى أن هذا الإسلام بفضل الله تعالى هو الباقي، وأنه هو الدين الخاتم، وأنه هو الذي تبقى فضائله وآثاره محفوظة مروية متبعة منقولة إلى قيام الساعة إلى أن ينتهي أهل الحق. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هؤلاء الذين هم من أمته والذين هم ظاهرين على الحق والذين لا يضرهم من خالفهم، ما هو منهجهم؟ منهجهم هذه السنة. من أين يصدرون؟ يصدرون عن هذه السنة. وما يروون؟ يروون هذه السنن. ومن أين يأخذون؟ يأخذون هذه السنن. فهذه الأمة الظاهرة على الحق الحافظة لكتاب الله لا يكون منهجها ولا تكون روايتها ولا يكون أخذها إلا عن هذه السنن النبوية. فإذا بقاء أهل الحق على وجه الأرض إلى قيام الساعة هو بقاء السنة النبوية، وهو بقاء الكتب الحديثية، وهو بقاء هذه الروايات بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أهل الحديث المشتغلون بالحديث الذين يقرؤونه ويعمرون به مجالسهم ويعمرون به محافلهم ويشتغلون بقراءته هم أهل النبي، هم أهل النبي، أهل الحديث هم أهل النبي. فأهل الحديث هؤلاء، والمراد بأهل الحديث هنا المشتغلون بالحديث، لا أقصد بأهل الحديث الذين ينبذون التقليد ويتكلمون في حق الأئمة، فهذا ليس في منهجنا ولا في حسابنا، لأن هذا اصطلاح الآن موجود على وجه الأرض. يقول فلان من أهل الحديث، إيه معنى من أهل الحديث؟ يعني معناه يكره المذاهب ويتكلم في المذاهب ويسب المذاهب ويتكلم على الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وجعفر الصادق وزيد بن علي والأئمة الذين بعدهم في هذا المجال من الأئمة المجتهدين، ويتكلم في حقهم ويتكلم في حقهم بما لا ينبغي. فهذا الذي يفعل يا هذا سمى نفسه أهل الحديث، فهذه الفرقة سمت نفسها أهل الحديث، وهم بشرط إذا كانوا يفعلون هذا من السب والشتم والانتقاد هؤلاء ليسوا بأهل الحديث. فرقة تدعي الحديث ولكن لا يكادون يفقهون حديثا، فرقة تدعي الحديث ولكن لا يكادون يفقهون حديثا. الحديث ما يجتمع مع السب، الحديث ما يجتمع مع الشتم، لأن بعض الجهلة لما جاء عند حديث أنه ينزل المسيح عيسى بن مريم، وموجود هذا في بعض النسخ، ما أحب أن أبينها ولا أحب أن أقولها حتى لا تحصل فتنة، وهو أنه لما جاء عند حديث أنه ينزل عيسى بن مريم فيحكم بينكم بكتاب الله وبسنة رسول الله. المسيح إذا نزل آخر الدنيا آخر في عند قيام الساعة يحكم بيننا بكتاب الله وبسنة رسول الله. ما نريد أن نقول يحكم بالإنجيل أو يحكم بدين النصارى، هذا ليس بحثنا، بحث آخر هذا. بس غير أنه هنا نقطة، وهو أن بعض المعلقين هداهم الله لما جاء عند هذا الحديث كتب تحتها يحكم بكتاب الله لا بمذهب أبي حنيفة. هيا ما الذي أدخل مذهب أبي حنيفة في هذه القضية؟ أدخلها العصبية والعنصرية، يريد أن هذا المعترض على المذاهب أن يدخل الكلام عن المذاهب في أي موضوع إن كان. إيش دخل أبو حنيفة في المسيح عيسى بن مريم؟ واحد مسكين مات وانتهى أمره له 1400 سنة، والآن ننبش قبره ونتكلم عن هذه المسألة. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.